شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه من حنايا الجزائر. صمود الأمازيغ عبر القرون، صمود الأمازيغ عبر القرون، غزا النيرات وراع النجوم، وكم أزعجوا نائبات الليالي، وكم دوخوا المستبد الظلوم. سلوا طبرية، سلوا طبرية يذكر تبريوس تكشر ناس يوالي الهجوم. 8 سنين يسارع روما، 8 سنين يسارع روما، فدق المصامر في نعش روما. وأوحى له الأطلس الوحدوي، وأوحى له الأطلس الوحدوي، فوحدنا فانطلقنا رجوما. سلوا بربروس، سلوا بربروس يجيبكم فراشن من جرجرة كيف أجلى الغيوم. وقالوا أراديون بالكاف أودى، وقالوا أراديون بالكاف أودى، هل الموت عيسى تداوي الكلومة؟ وهذا أغسطينس بالاعترافات، وهذا أغسطينس بالاعترافات، سانت أوغسطين، وهذا أغسطينس بالاعترافات حير عبر الزمان الفهومة. وأسقف بونة أصبح قديس قرطاجة مذ بث فيها العلوم. وكان أغسطينس فخر البلاد، وكان بها الفيلسوف العظيم. دعوما سينيسا يردد صدانا، ذروه يخلد زكي دمانا، وخلوا صفاكس يحكي لروما مدى الدهر كيف كسبنا الرهان، وكيف قضى نحبه ماسينيسا بجامة لم يرض فيها الهوانا، وكم ساوموه فثار إباء وأقسم أن لا يعيش جبانا، وألهمه الحب نيل المعالي، وألهمه الحب نيل المعالي، وقد كان مثلي يهوى الحسانة، ومن صنعت روحه سوفتيزيا جدير بأن يتحدث زمانا. تغذيه حبا وفنا وعلما، وتنبيه ما قد يكون وكان. فجاء يا غرطة، فجاء يا غرطة على هديه بحكم الجماهير يفشي الأمانة، وقال مدينة روما تباع، وقال مدينة روما تباع، فمن يشتريها؟ فهز الكيانة. وقال مدينة روما تباع، فمن يشتريها؟ فهز الكيانة. ووحد سرتا بأعطاف كاف، ووحد سرتا بأعطاف كاف، وأولى الأمازيغ عزا وشأنا. أولئك آباؤنا منذ عيسى، أولئك آباؤنا منذ عيسى، وكان محمد صهرا لعيسى. ولاح الصباح، ولاح الصباح فهز السكارى، وأجلى الندامة ورد الكؤوسا، وأيقظ حلم الليالي الحبالة، وأيقظ حلم الليالي الحبالة، وأسرج في الكائنات شموسا، وأهوى على البغي يذر الجدوع، ويغرس في الجبروت الفؤوسا،
وأهوى على البغي يذر الجذوع ويغرس في الجبروت الفؤوس. وحذر آدم ظلم أخيه وسوى الحظوظ وأعلى الرؤوس. لئن حارب الدين خبث النفوس فلم يغمت الدين هذه النفوس. ولم نكن ننكر آباءنا أكانوا نصارى أكانوا المجوسا. وهل كان بربر إلا شقيق لجرهما؟ هل لا نسينا الدروس؟ إذا عرب الدين أصلابنا فلا زال أحمد صغرا لجوسا. وفي قدس جناتنا الناضرة وجوه إلى ربها ناظرة تمد المعز لدين الإله فيصنع جوهر والقاهرة. ويستلهم النيل من أرضنا صفانا وأخلاقنا الزاخرة. ويجري رخاء على هدينا يواكب أفضالنا الزاخرة. وتفهم رمسيس معنى انعتاق الشعوب جزائرنا الثائرة. هو النيل خلد عشر قرون وبارك للسنة العاشرة. وكم شابه النيل نهر دمانا تمور به المهج الفائرة. وكم ضارعت في الفدا كليوباترا جميلات ثورتنا الهادرة. ونحن الأمازيغ نرعى الذمام ولا نشحد الفضل والآصرة. ونكبر مصر وأحرارها ومن آزروا حربنا الظافرة. فيا آل مقران أسد الكفاح ونبع الندى والهدى والصلاح. نهدتم تشقون درب الخلود فعبدتم نهجه بالسلاح. وحداد في السوق ألقى عصاه وأعلنها في الذرى والبطاح. يوم 8 أبريل 1872 أعلن الشيخ الحداد الحرب وهو يتجاوز 80 من عمره وذلك في سوق صدوق. وألقى عصاه بعد صلاة الجمعة في السوق وسط الجماهير وقال: سنرمي الفرنسيين إلى البحر كما رميت أنا هذه العصا إلى الأرض. وحداد في السوق ألقى عصاه وأعلنها في الذرى والبطاح. كمثل عصايا سألقي الفرنسيس في البحر اركلهم بالرماح. سلام على ابن 80 يمضي بسفلات رمز الفدا والكفاح. بعد معارك عنيفة طاحنة شاملة ولقي القبض على الشيخ الحداد الذي تجاوز 80 وكان مشلولا ومحمولا على نعش في بجاية وذلك يوم 12 يوليو 1871. سلام على ابن 80 يمضي بسفلات رمز الفدا والكفاح. ولابن 80 يغدو أسيرا وما كبل القيد فيه الطماح. ومرحل مالك
ومرحل مالك يطغى بشرشال بركانه بالأمان الفساح، وعاشت مناصر راحت تناجي بورديسة شيخا وريف الجناح، فردد رجع صداه أبو عمامة يدني حظوظ النجاح، وهجار تزهو بآمودها ثورة بني آمود، الزعيم اسمه آمود، وآمود بلغة البربر معناه العرصة، آمود آمود هو هي العرصة، وهجار تزهو بآمودها يذود عن الشرف المستباح، شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه من حنايا الجزائر.